1 2 3 السلام عليكم الرجاله الحلوه دي جايين علشان يتمرنوا على الحركه العالميه الشقلبه الخلفيه. ليه بقى الرجاله دي بقى اللي عاوز يا جماعه يرقص في الفرح ويعمل كده شغل ايه استعراض بقى ويبان ان هو الشبح. اعرفكم طبعا انتوا عايزين ايه بقى تقفوا كده اهو تمام و 1 2 3 واو صح. هنتعلم النهارده ان شاء الله مع بعض حركه الباك هاند سبرينج الشقلبه الخلفيه. اولا بنصحك لو في مدرب جنبك اتمرن معاه افضل شيء تمام. ثانيا لازم تعلي مستوى اللياقه البدنيه، هتلاقي الرابط بتاع التمرين في اول تعليق. اهم حاجه يا شباب في الحركه يكون جسمي ايه مفرود ومشدود تمام. هنتعلم حركه دلوقتي جميله جدا اسمها قوه الدفع. يلا معايا هنخلي الايد مرفوعه لفوق بالشكل ده اهو يا شباب، مشدوده جدا وقدمي جنب بعض تمام. كل حاجه عندي ايه مشدوده. دلوقتي بقى احنا هنعمل ايه؟ هنعمل حركه اسمها نزول وصعود، يعني هننزل باليد وبالوسط وبالكتف تمام. هننزل يا شباب، لا ضم صابعك ضم صابعك، هننزل تحت يلا معايا بالشكل ده اهو. ها واحد اهو، لاحظوا معايا نازل ازاي اهو، لافف كتفي ونازل بوسطي ومرجع ايدي ورا بالشكل ده تمام. وهطلع تاني. في ناس بتعمل كده، لا غلط. يبقى يلا مع بعض، ها واحد اتنين ها وان تو يلا كمل، ها واحد اسرع برافو، ضم رجلك شويه، ها اتنين احلى، ثلاثه اربعه شد جسمك. بعدين هطلب من الشباب ان هم يقفزوا، احنا هنقفز دلوقتي تمام. يبقى انا هنزل تحت بالشكل ده واحد، وهطلع فوق اتنين، بس لما اجي اقفز فوق لازم اقفز بقوه اوكي. يبقى هعمل الحركه بالشكل ده، ها واحد اتنين، ها تاني من الزاويه ديت 1 2 يلا يا شباب اسرع، ها نزول صعود، ها 1 2 3 4 5 برافو عليكم قوي، سافوا لنفسكم برافو. يبقى احنا دلوقتي نزلنا وطلعنا تمام. بعدين هقول للشباب نحاول نعمل دبه بسيطه خفيفه قوي، اللي يعرف يعملها تماما واللي مش عارف يعملها ما يعملهاش. وانا بنزل بص بعمل ايه، دبه خفيفه جدا اهو، ها يلا اخر مره، ها واحد اثنين ثلاثه بس برافو عليك. هنيجي بقى لحركه القبه، مهمه قوي. هنام بالشكل ده اهو، واحط ايدي وارفع المثانه وبطني واشد فوق واقرب رجلي من ايدي. يلا وحوش وروني بسرعه، ها عاش شد برافو، لف لف معاهم، ها عد هنثبت 10 ثواني، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عاش، ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة طاو. دلوقتي بقى احنا هنجيب مرتبتين ونبدأ نتعلم على الحركة، نتعلم حاجة اسمها السحب والدفع تمام. كده احنا بقينا بنسحب وبنقفز وبنعمل القبة، حلو قوي يا شباب حلو قوي. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هقرب من المرتبه بالشكل ده تمام، ثم هنزل تحت اهو، ها واحد، بعدين هروح لورا ارمي جسمي لورا واعمل قبه كده على ايدي اتنين. يبقى انا بعمل ايه؟ يبقى انا رقم واحد بنزل تحت واحد، لازم اروح ورا ما ارميش هنا لا قريب مني، او انزل على ظهري كده، اللي يعمل كده كده غلط، لا لازم اعمل ايه؟ لازم اقوص جسمي في الهواء. ازاي يا كابتن؟ يبقى واحد اروح ورا، ها اتنين، وبفرد ايه؟ دراعي. هتقعد اهو ايدك فوق، عارف هتعمل ايه في الحركه؟ ننزل ونسحب للخلف، يلا اتفضل، ها واحد اتنين برافو، تاني بس افرد دراعك افرد ايدك، يلا اجين 1 2 سقفوا له، عاش قوي قوي قوي، ها يلا يا حمام اتفضل برافو عليك، يلا ها انزل واسحب الورد 1 2 حلو قوي سقفوا له برافو، يلا يا ابو نشوان جميل 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 جميل، ها يلا انزل وروح لورا برافو سقفوا له علام الواد ده عاش، ها يلا يا حمام. يبقى الحركه دي بتاهلنا للشقلبه الخلفيه، باخد الجرأه برافو سقفوا له جميل جدا. هطلب منهم ان احنا نعمل نفس الحركه ديت، ولكن بدل ما احنا كان الذراعين متنيين، لا هنخليهم يفردوا الدراع وما يتنيش خالص، الدراع هيكون مفرود
ومش هيتني اطلاقا، وهنلف الراس. تمام؟ طيب يا شباب هنلف الراس وهنشد الدراع ونضرب الجسم بقوه. تمام؟ ازاي يا كوتش؟ انا اهو واقف بالشكل ده، واحد اروح ورا واضرب جامد. احنا كنا الحركه اللي فاتت بنعمل ايه؟ بنتل الذراع. تمام؟ وما بلفش راس المره دي، لا هنزل. يبقى انا هنزل اهو، ها واحد اروح ورا واضرب بقوه والف راسي، اروح ورا اهو وازق واضرب جامد. لازم ادي دفعه ايه؟ قويه في الحركه. تمام؟ ها 1 اهو 2. جميل. مين جاهز للمهمه؟ تعالى يا بطل، عارف هتعمل ايه؟ اسمك ايه؟ محمد. انا عارف انك اسمك محمد. يلا بسم الله، نركز، يجي فوق، يلا يا عالمي، ها عاش، انزل وارمي جامد لورا، يلا بروف، ها سقفيله الواد ده، حلو. تاني عشان تجيبها لوحدك، ايه ده؟ ده الواد ده هيجيبها لوحده ولا ايه؟ ده بقى معجزه، ها يلا بروف، واحد اثنين، يلا لوحدك لوحدك لوحدك، ها سقفوله سقفوله، عاش عاش، يلا برافو اهو، ها حلو سقفوله برافو، ها يلا انزل روح ورا جامد واعمل نفس الفرق. يبقى هما دلوقتي بيطبقوا الحركه اللي فاتت، ولكن بشد جسمي جامد وبرمي. معانا يوسف يا جماعه، بص يوسف بقى، ركز يا يوسف، ورميه قويه يا يوسف، يلا ها ها بقدر جامد، عاش قوي يوسف، ركز معايا عايزك تطير يا يوسف، راح زي يوسف. تمام؟ تجيبها لوحدك اهي، يلا عاش يا طير، حلو سقفوله.